كل مواقف حياتنا عبارة عن اختبار، والدنيا نفسها اختبار كبير، وانك تستعد للاختبار ده أهم شيء في حياتك. وفي اختبارات الحياة هنقابل أشخاص كتير، ناس استسلمت لظروفها وناس ظروفها كانت أقوى من الحياة. ومن ضمن الناس دي هنقابل شخصيات صنعت فرصتها بإيديها وقالت للظروف إنها موجودة ومكملة وبتصنع الأمل لجيل هيكمل من بعدها تحدي الحياة. سمية بهاء، بنت مدينة ملوي، محافظة المنيا. هدفها في الحياة دمج متحدي الإعاقة بالفن. عاوزة تقول للمجتمع إن الحياة فرصة، وهي لقت فرصتها في إنها تخلي كل الناس تشوف متحدي الإعاقة بعين الجمال، تشوفهم أبطال قدروا يحددوا مكانهم ويصنعوا إنجازهم ويوصلوا لحلمهم مهما كان الحاجز كبير ومهما كان التحدي أكبر. حضرت مؤتمر عالمي ومثلت مصر فيه هناك في سويسرا، كنت أخدت المركز الثاني عالميا للفتاة المثالية لذوي الإعاقة، وده حاجة كانت يعني انطلاقة بالنسبة لي. اتجهت رياضيا شوية برضو، أخدت المركز الأول في الرمح، بطلة الجمهورية في ألعاب القوة في الرمح، وبطلة الجمهورية في ألعاب القوة بالقرص. ودي يمكن كنت بلعب جولة، أخدت بطولات كتيرة، قلت أغير، لعبة جديدة بالنسبة لي القرص. اتجهت بعد كده للشغل التنموي، حضرت مؤتمرات كتيرة جدا في مصر برا مصر. دايما كان عندي هدف ان انا ازاي ادمج يعني شغل الإعاقة، يعني ازاي اغير نظرة المجتمع عن طريق الفن. فبدأت ازاي، ايه الآلية او ايه الحاجة اللي تخلي الناس تتجذب اكتر ويكون فيها صدد او مردود اعلى ويأثر في المجتمع. فبدأنا نشوف الفن، يمكن الفن ده يمكن من القوى الناعمة زي ما بيقولوا عليها، ان احنا ازاي نعالج قضية نعالجها بالفن. فبدأنا نشتغل عن تغيير نظرة المجتمع خاص بالأشخاص بالإعاقة، عملنا بقى مسرح مكشوف، عملنا مسرحيات. سمية مبدأها ان الوسيلة الأفضل في التغلب على الصعاب هو اختراقها، وان التحدي هو اسلوب حياة لنماذج كتير قررت تكون أبطال لقصص نجاح يتعلم منها كل جيل. هو مش احباط بمعنى احباط، يمكن انا بدات شويه متاخر، يمكن عديت على المراحل دي فتره كبيره، ولكن مع احتكاكي في المجتمع، مع احتكاكي مع منظمات المجتمع المدني، ازاي قدرت ان انا اطلع، وازاي ان انا قدرت اشارك شويه رياضي شويه تنموي شويه اجتماعي، لكن بدات ان انا اوجه ازاي اغير بقى فكره التغيير، ان انت ازاي تخلي فيه ايجابيه اكتر، او ازاي الناس تاثر اكتر. فبدات بقى عن طريق الفن. اول حاجه بقى يعني انا عايزه اقول لك ان احنا شاركنا في وزاره الشباب والرياضه، كانوا عاملين مهرجان اسمه الحلم المصري في مراكز الفنون والابداع، طبعا ده مكتب تابع لوزاره الشباب والرياضه، وكنت اول تجربه بالنسبه لي ان انا اكون مخرج وممثل وكمان مؤلف، فخدت مركز ثالث على مستوى الجمهوريه، فده كانت حاجه كويسه بالنسبه لي. في قانون الحياة التحدي الأكبر هو القدرة على تغيير نفسك للأفضل، وإنك تصنع الأمل في تغيير الواقع علشان توصل لحلمك وتعيش صاحب تحدي وصاحب إنجاز يخليك تفتخر بقصة نجاحك قدام كل الناس. ودي حياة أحمد علي، ابن مدينة المنيا، صاحب الـ14 سنة، واللي مع سنه الصغير ده أصبح واحد من لاعبي المنتخب الوطني لألعاب القوى. أحمد قرر إنه يغير نظرة الناس إليه من واحد تقريباً مش بيضيف أي حاجة للمجتمع لشخصية رياضية نفتخر بيها قدرت تحقق بطولات باسم منتخب بلدها. أنا أول حاجة جيت اتمرنت هنا في النادي مع كابتن محمد عود، بعد كده طلعت 3 بطولات، خدت فيهم أول وتاني في القرص والرمح، تاني بطولتين خدت فيها أول في الرمح وتاني في القرص. جيت في الخامسة كابتن أحمد عبد الهادي مدرب المنتخب قال لي انت اسمك ايه، وخد عنواني ورقمي. بعد كده جه في يوم وانا بتمرن هنا في التمرين، رن على الكابتن محمد قال لي احنا عايزينك احمد علي محمد انضم معانا في منتخب مصر. رحت للمركز الاولمبي عسكرت هناك،
ست شهور وسافرت في شهر 7 سويسرا وخدت 3 على العالم في الورس والروم. احساس اللي انا لما كنت كل ما بوصل وببقى احسن يعني ما بحسش ان انا عاجز, ما بحسش ان انا ما كنتش بعرف اعمل حاجه ده وانا صغير. ولما رحت منتخب حسيت ان انا حاجه كبيره, يعني حاجه مهمه الناس بتهتم بيها. انا اهلي كانوا بيشجعوني يقولوا لي لا تكمل انت مش عاجز, وقلت لهم لا. اصحابي بيعايروني في الشارع وكده, اقول لا سيبك من الكلام ده. وكابتن محمد اول لما جيت واتمرن قال لي سيبك من الكلام ده كله, كل ده هم ما بيفهموش يعني ايه اصلا عقله, ما بيفهموش انت هتبقى ايه بعد كده. احمد بالنسبه له الحياه قصه نجاح, قرر يرسم تفاصيلها بانجازاته ومكمل في رسم تفاصيل حكايته بانجازات جديده وتحديات اكبر. احمد لسه قدامه الطريق طويل وهيكمل بانجازات اعظم وبطولات اكتر. انا نفسي ابقى بطل اولمبياد طوكيو ان شاء الله لما اكبر بعد كده يعني, بس محتاج دعم, حد يساعدني عشان اقدر اوصل البطل العام او الحاجه اللي انا عايزها. احب اقول لاي شاب قدامه حلم عايز يوصل ليه, انا رغم عقدته في سن ده ما يعني ما جستش, ما قلتش لا مستحيل. يعني هو انا ضد هذا المنطق, اي حاجه انت نفسك فيها اعملها, ما تقولش انا ما اقدرش, ما تقولش انا قبرت. هو انا بابايا عامل باتل في ليه, فكان اهله والمدربين بتوعتي بيقولوا لي طب رغم كده لازم تفرح لازم تبسطه. فانا بحسس بابا اللي انا يعني انا مش عاجز عن الكلام ده اللي انا وصلت ليه. مش اللي انا مش عارف اعمل الكلام ده, لا انا وصلت اللي انا عايزه, وطول ما لب في الدنيا انا قد الدنيا. تحدي الحياه كبير, وانك تاخد التحدي وتدور على فرصتك ده تحدي اكبر. سميه بهاء واحمد علي نماذج قررت تلاقي فرصتها في الحياه بايديها. سمية كانت جيل امبارح اللي بيتعلم منه أحمد علشان يحقق أحلامه في جيل بكرة, وقصص نجاحهم بيقولوا لكل الناس إن الحياة فرصة.